سيد الوزير، غدا القمه ديال الاتحاد الافريقي ستجتمع حول الاتفاقيه ديال التبادل الحر، التجاري التبادل الحر. ما هو الموقف المغربي من هذه الاتفاقيه؟ وثانيا علاقه بالوحده الترابيه. اولا، المغرب كان من السباقين الى التوقيع على اتفاقيه الاتحاد الافريقي الخاصه بارساء منطقه اقتصاديه حره بما يمكن من رفع التجارة البينية بين الدول الإفريقية. كان سباقا، وقبل الاجتماع المقرر عمل المغرب على مصادقة البرلمان المغربي، بحيث الأسبوع الماضي صادق البرلمان المملكة المغربية على الاتفاقية المعروفة اختصارا بزليكاف. عندما وقع المغرب عامل على إرفاق توقيعه بإعلان تفسيري واضح وصريح ينص على أن هذا التوقيع والمصادقة لا يمكن أن يفهم أو يؤول بأي حال من الأحوال كاعتراف من المملكة المغربية بواقع أو بفعل أو بوضعية كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية أو بأي شيء يمكن أن يشكل مسا بالوحدة الترابية والوطنية للمملكة. هذا الموقف أكدناه أيضا أول أمس الخميس في مجلس الحكومة عند الموافقة على مشروع قانون 47/19 المتعلق ببرلمان الإفريقي، وهو بروتوكول ملحق للميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي ووقع عليه بغينيا الاستوائية في سنة 2014. بالنسبة للانفصاليين، موقف بلادنا واضح وصريح. هنالك رؤية نشتغل في إطارها تقوم على تعزيز الاندماج المغربي في إطار الاتحاد الإفريقي. المغرب يحقق مكاسب دالة ومعتبرة، ولا أدل على ذلك من اجتماع وزراء الخارجية الدول الإفريقية بمراكش. 37 دولة إفريقية اجتمعت وساندت موقف بلادنا المتعلق بالقضية الوطنية. الأكثر من ذلك، الاتفاقية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الحرة نصت على أن عملية تنزيلها تتم في إطار التجمعات الإقليمية والقائمة، والتجمع الإقليمي الذي يوجد في إطار المغرب هو اتحاد المغرب العربي، والذي ليس فيه الكيان الانفصالي الوهمي البوليزاريو. اليوم القمة الاتحاد الإفريقي ستجتمع في نيامي من النيجر، والموضوع الرئيسي هو المنطقة ديال التبادل الحر. المغرب وقع على هذه الاتفاقية، ما هي التوضيحات اللازمة في هذا الموضوع؟ وهو مشروع طموح طرح منذ 2018 عندما تم طرح هذه الاتفاقية، اتفاقية التبادل الحر الإفريقي القارية، وهي تسمح أو تريد أن تنقل التبادل البيني بين الدول الإفريقية من 15% حاليا إلى 60% في 2022. أقول فقط لأن داخل الاتحاد الإفريقي هذه النسبة تصل إلى 70%، فهو مشروع طموح يحاول تنمية الاقتصادات الداخلية الإفريقية. بطبيعة الحال هذه الأمور ليست سهلة، هناك رهانات كبيرة من اقتصادات ضعيفة، اقتصادات قوية، اقتصادات اضطرابات سياسية عرقية إثنية. ثم أيضا ستطرح داخل هذه القمة مسألة التحكيم بين الدول، لأنها ستطرح إشكالات. الأساس هو الإعلان عن هذه الخطوة، والأساس أيضا هو أنه ستتم إجراءاتها. هذه الإجراءات تتطلب سنوات على الأقل ليست بالقليلة. المغرب منذ الرسالة الملكية إلى قمة كيغالي في 2016 يوليوز 2016، منذ الخطاب الملكي عندما عاد المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017، أكد على مبدأ أن لا اعتراف بأي كيان. هذا الكيان لا يعترف به داخل حتى الاتحاد الإفريقي إلا 12 دولة على أكثر تقدير، لا يملك مكونات الدولة وهي الأرض والسيادة والشعب. فإذا الأمر ليس مطروح للمغرب. المغرب ينظر إلى الأفق، والمغرب أيضا يطبق ما جرى به العمل بين علاقات المغرب وباقي الدول الإفريقية من أنه التعاون الاقتصادي والتعاون جنوب جنوب بالخصوص.